لما حد بيخطب واحده بيبعت امه بحيث انها تعمل تيست. اهلا يا حبيبتي، ايه الحلاوه دي؟ وبعد وريني ده شعرك ده يا حبيبتي، وتفضل تشد في شعرها. خد يا حبيبتي الفستقه دي ولا اكسرها لي كده يا ماما، انا يا بنتي مزنوقه عايز اخش الحمام. وتخش المطبخ وتقول لها معلش يا بنتي اصل انا كنت قريبه من هنا وقلت اعدي اسلم عليكم. واحد رايح يتجوز عاوز يعرف انها مش عامله عمليه تجميل ولا لا. زمان كان يا مكان يا سعد اكرام اول ما يبدا بصلاته على النبي عليه الصلاه والسلام، لما حد بيخطب واحده بيبعت امه او اخته القرشانه بحيث انها تعمل تيست. تعالي يا عروسه اقعدي جنبي. ما هو التيست؟ تعالي يا حبيبتي في حضني، اهلا بيك يا حبيبتي. حبيبتي والله العظيم يا فندم انا مش بهزر، اهلا يا حبيبتي، ايه الحلاوه دي؟ وبعد وريني ده شعرك ده يا حبيبتي، وتفضل تشد في شعرها. واخد بالك؟ خد يا حبيبتي الفستقه دي ولا اكسرها لي كده يا ماما، لو عندها مصيبه في اسنانها تقول لها سناني وجعاني. وهي داخله بالشاي كان دايما العروسه هي اللي تخش بالايه؟ بالمشروب. وهي داخله عندها كوريا وبترقص كده وتروح قلبها القهوه والشاي على الناس، ده عندها كوريا، ده عندها صرع، ده عندها كان عندها حمى روماتيزميه وقلبت. هم كانوا بيعملوا اختبارات بحيث ان هم يعرفوا، وبعدين تقول لها انا يا بنتي مزنوقه عايز اخش الحمام، عشان تخش انا اشوف الحمام نظيف ولا هم ناس معفنه كده يعني. وكانت بعض السيدات تروح في ميعاد غير متفق عليه وتخش المطبخ وتقول لها معلش يا بنتي اصل انا كنت قريبه من هنا وقلت اعدي اسلم عليكم. فتطلع بقى وتخش الحمام على فجأة والمطبخ على فجأة، تشوف ناس دي نظيفة ولا هي قاعدة في الزريبة. يعني راح يتجوز يبعت امه الاول؟ ده اذا كان له ام. هي دي زواج العائلات، ان انا بختار واحدة من عيلة. لكن انا بشوف ناس دلوقتي واحد عجبت واحدة في الشات وحاطة فلاتر، وهو حاطط فلاتر، هو حاطط ان هو نجم عالمي وهي نجمة عالمية، وتقابلوا مع بعض يعني عالم القرود. فطبعا ده مش ليه، ما ترضى باللي ربنا قسمه لك. من رضي بما رزقه الله كان اغنى الناس. عمليات التجميل اللي الستات بتعملها عشان تتجوز، عمليات تجميل ساعات يبقى مثلا في مشكله في الحاجب فنعدله، او في مشكله في الفك طالع لبره فنقوم نعمل تقويم اسنان، او عندي مشكله في الوجه مثلا داخل لجوه قوي فبنعمل حقن او غيره. اللي بيعمل عمليه، خلي بالك معايا، اللي بيعمل عمليه في الوجه وقصده بيها انها ترضي زوجها في الحلال ولا تفتن عباد الله، يعني احسبها يعني مقبوله ان شاء الله. لكن اذا عملنا العمليه وقصدنا بيها نفتن الناس ونضحك على الناس ونبان بوجه غير الوجه، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ايه ما نوى. لكن اذا خدت القاعده من مصدر ان الله يحب الجمال فتجملوا، ان الله جميل يحب الجمال.